جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: أحيانا يجبرني صاحب العمل أن أكذب على من يتصل بالهاتف وأقول له إنه غير موجود، فما هو توجيهكم؟ الأولى تجنب هذا، لأن هذا من الكذب، وبإمكان صاحب العمل أن يكلم من طلبه وأن يتفاهم معه بما يريد، فلا ضرر عليه في ذلك. أما أنه يستعمل الكذب، وربما يكون الذي طلبه في التلفون يكون له حق أو يكون له حاجة ملحة، فإذا امتنع من الكلام معه واستعمل الكذب يحصل بهذا ضرر كثير. نعم.